مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان محافظ البصرة أسعد العيداني بالتحقيق في الاعتداء والإهانة التي تعرض لها مواطن، وذكر بيان للمكتب أنه بدأ التحري بحادث الاعتداء من قبل أفراد تابعين للجيش على أحد مواطني المحافظة في معرض للسيارات قبل أيام، مطالبا محافظ البصرة أسعد العيداني بمتابعة التحقيق. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر قيام أحد الجنود بالاعتداء على مواطن عراقي من مدينة البصرة.